السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين من الوصفات اللي بنزلها لكم. وبعتذر طبعا لو بتاخر عليكم بعض الاحيان، بس مش مشكله بقى، خلوها عليكم. لو بس كنت تعبانه الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم لينا انا كويسه الحمد لله بخير. عملت لكم قبل كده الستيك بكذا طريقه، وعملته بالمشروم، وعملته في الفرن، وعملته في ورق الفويل. النهارده ان شاء الله هعمله بطريقه سهله جدا جدا جدا. طبعا الستيك يا جماعه ليه مليون طريقه، بس انا ما بحبش اهين قطعه لحمه الستيك، بحس كده ان هي ليها اهانه، بحس كده لها هيبه، ما بحبش اهينها ابدا. فبدوها بتاخد ملح وفلفل بس. طبعا في ناس بتزود قرفه وحبه البركه وورق لورا وحبهان وحاجات كتيره جدا وصويا صوص ودبس رمان، حاجه كده جدا. بس انا عن نفسي ما بحبش اكتر من الملح والفلفل وزبده وثوم بس. ممكن طبعا لو فيها روزماري مش مشكله. الستيك ممكن ناس تاكله نص سوا، وفي ناس تاكله تحب تاكله ميديوم ويل دان وحاجات كتيره جدا هبقول لكم بعدين. بس انا من النوع اللي ما بحبش اللحمه تكون من جوه اللي هي الحمراء اللي فيها دم دي، انا ما بحبهاش جدا. عندي واحده صاحبتي بتاكلها كده، تمام. فانا الاكل طبعا اذواق، ما فيش منه اي اختلاف خالص. انا النهارده هعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا جدا. بالظبط هتاخد على البوتاجاز مش اكتر من 7 دقايق. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا وطريقتنا مع بعض. يلا السلام عليكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي لحمه متقطعه ستيك اهي، تمام، وعندي ثوم وزبده. طب ممكن طبعا نحط شويه روزماري اخضر، بس انا ما عنديش، وملح وفلفل، ما تاخدش اكتر من كده، تمام. اهو ده الستيك اللي انا هعمله. يلا يا جماعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا جماعه الستيك اهو، رشه فلفل، بسم الله. شويه ملح كمان، اللي بالناحيه الثانيه. ايدي بس، وزي ما عملنا هنا هنعمل هنا رشه فلفل ورشه ملح. يلا بقى على الجريل بتاعتنا او طاسه سخنه، اي حاجه عندنا نشتغل عليها على البوتاجاز. الجريل الستيك طبعا يا جماعه بياخدش توابل كتير وبهارات كتير، اصلا بياخد ملح وفلفل بس. في ناس بقى بتحب تزود، مفيش مشكله خالص براحتكم، بس الستيك ما بيحبش الحاجات كتير، لان الستيك ده حته لحمه مش عايزين نهينها شويه، تمام. ولعت على الطاسه تسخن ونبتدي نشوح الستيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزبده، ممكن نحط معاها زيت بس انا مش عايزه زيت. تمام. بصوا بقى الملح بيخلي اللحمه تنزل ميتها ازاي، عشان كده دايما اقول لكم ما تسيبوش الملح، اللحمه في الملح كتير. انا بصوا من دقيقتين بس ما كنت ولعت البوتاجاز، بصوا عملت ايه. الستيك طبعا يا جماعه ما بيتقلبش كتير على نار عاليه، يبقى اتحط على الجنب ده، ما تقلبهوش غير لما نتاكد ان الجنب التاني اتحمر اهو. حط معاه الثوم كمان. هو فين؟ انت فين يا عم؟ اهو ادي الثوم اهو. خش اكتر من كده، لما اتاكد بقى ان الجنب ده اتحمر روح قلباه الناحيه الثانيه على طول. بسم الله. عارفين بقى لو الجريل هيبقى الطف من كده بكتير. ممكن طبعا ندخل الفرن، بس انا كده اسرع. بسم الله. بصوا حبايبي اهو، شايفين؟ انا مش عايزه اكتر من كده، هو ده التسويه بتاعه الستيك بس كده. يلا بقى ايه اوريها لكم عشان اقطعها واوريكم انها استوت من جوه. اهو يا حبايبي انا هحط نشا مقطعه الناحيه دي. بسم الله. طبعا الستيك لازم بعد ما يشيليه من على البوتاجاز تسيبيه يريح 5 دقايق كده، عشان ما يطلعش معاكي ناشف ومقلحف من جوه.
طبعا ممكن دول تزودي عليهم شويه ميه ومعلقه دقيق وتقلبيهم كده وتعملي صوص ليه. انا اعمل ولا ما اعملش؟ لا اعمل، لا مش هعمل، مش هعمل، مش هعمل، لا والله لكم هعمل، استنوا خليكم معايا، استنوا هعمل. بصوا اهو زي ما هو كده اهو، ماشي. بسم الله، نحط معلقة دقيقة، دقيق كفاية دي. ممكن طبعا نحط فيه شوية كريمة بس انا مش عايزة اكتر، هو كفاية كده، هشوحها كده على الجدار واديها شوية مية وخلاص. جاهز بقى الصوص وارجع لكم. بصوا حبايبي الصوص فظيع، بصوا لونه عامل ازاي. يلا بقى نقطع، ايه نجرب، نجرب، نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس اوريكم من جوه انها مستويه. بصوا اهي احنا بنحبها مستويه قوي. طبعا الستيك في ناس بتاكله اللي هو الميديم، في انواع كتيره جدا. بصوا اهي، بصوا حلو جدا جدا، مستويه السوى اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم فظيع، هي اصلا مخلوعه من هنا بجد يا جماعه، جربوه. اهم حاجه ما تحطوش توابل كتير عشان خاطر عشان خاطر ما يبقاش يفقد الطعم بتاعه. هقطع بقى كله واحط عليه صوص واوريه لكم. بصوا حبايبي اهو، بصوا بقى الصوص لما ينزل عليه. بسم الله، يا سلام بقى لو في حبه بطاطس بوريه، عظمه على عظمه. عايزه اقول لكم فظيع. انا عندي واحده صاحبتي بتاكل الستيك ده من جوه، بيبقى هنا لسه تحس انه في دم كده. انا طبعا ما بحبوش كده، في ناس بتحبه طبعا. يا جماعه اكل اذواق، جربيه يا جماعه بالطريقه دي. بصوا من قريب عامل ازاي. اتمنى تجربوه يا جماعه. كل اللي عملته حطيت معلقه دي وشويه ميه وملح وفلفل. بصوا الصوص حلو جدا جدا جدا، وطعم التوم حلو قوي قوي فيه. تجربوه يا جماعه بالطريقه دي ويعجبكم، وان شاء الله انتظروا وصفات اكتر بامر الله. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.